السلام عليكم، حياكم الله بمقطع جديد الثاني من سلسلة فلاوت. المقطع الماضي تعلمنا البركات، تعلمنا كل حاجة متعلقة بالبركات، واليوم إن شاء الله راح نكمل مهمتنا لفاينل ديبارتر على ما أظن. طيب، اللي هو انفستيجيت مورغان تاون ايربورت، نروح نحقق نستكشف مطار مورغان تاون. ايوه، ما ادري لاحظتوا ان اللبس مختلف شويه. لفلت شويه الشخصيه قبل ما اروح، كان ليفل 4 حاليا ليفل 8، بس برضو لسه ما استخدمت البركات لانه في نقطه اخيره بس حاب اضيفها على شرح البركه. طيب، انا لفلت ليفل 5، فجاني باك انه مجموعه بركات عشوائيه نفتحها ونشوف ايش تطلع لنا. طب تجي عشوائيه تماما، يعني سواء ليفلك عالي ولا ليفلك ضعيف تجي مره عشوائيه، ما ادري احسها مشكله شويه لكن ما هي مشكله. طيب، دحين بختار بيرك. توقع بروح بريسبشن. ايوه، انا عندي واحده من ذي اول اخذتها اذا كنت تذكروا. طيب، ايش الفائده لما اخذ نفس الكارد؟ الحين اقول لك ايش الفائده. طيب، يقول لي تبغاني ادمج الكاردين مع بعض او لا، يعني احولها من كانت عندي نجمتين خليها 3 نجوم، وكذا تصير البطاقه هذه ماكس وتتعامل كانها 3 بيركات، يعني مو كانه بيرك واحد، 3 بيركات. نقول له ايوه، هذا عندي البيركات هنا. جتني واحده ثانيه شكله جلتش، لكن يلا ما علينا. هذا اللوك بيك، باقي عندي 3 ليفلات زياده. خل اشوف ايش باقي. والله شكله بختار ذي انها مره كويسه، ومحتار برضو بينها وبين هذه الفيرست ايد. الفيرست ايد هذه برضو مره كويسه، لكن شكله بروح اللون واندا. انا ناخذ واحده. طيب، باقي معي بطاقتين او ليفلين، باخذ واحده من ذي. هذه برضو كويسه، قال استامنا يلا راحها. يلا نروح. اوكي، ما نسوي ابجريد ليش؟ رانك. ما ادري ايش المشكله، يقول مو راضي يسوي لي. يو هاف ايه، جانا واحد ثاني. يلا نفتح، ليش لا؟ ما ادري هذا قلت صراحة ولا لا، لكن يلا ما نقول لا صراحة. جاني هاكر ثاني. طيب، ناخذ الوندر، ناخذ هذه وناخذ الهاكر هذه، نسوي لها دمج. يا سلام، اندمجه. جتني واحدة ثالثة بس ما يمدي نستخدمها لان جلت 2 وهذا 3 كادة. اللعبة خبطت شوية شكلها. طيب، هذا ما ابغى اكل الكلاب يا اخي، بروح هذا احسن. والله اكل الكلاب كويس، لكن يلا انا راح ذي. طيب كذا تمام الوضع. ايوه، الحين لفل 8 فيمديني كرفس زيادة اغراض. نكرفت لنا دروع ونسوي سكراب. طيب، بنكرفت احنا دروع، درع كامل. ايوه صح، نقطة ثانية برضو الملابس. الحين انا لابس ملابس مو بظاهر اي دروع ولا لا، ليش؟ لانه هذا سكن، يعني دروعي تحت السكن هذا. هو للاسف يعني ما يبيك هل هذا سكن ولا لا، لكن لما اشيله الحين شوف، طلعت ملابسي ودروعي اللي انا لابسها. انا دروع حاليا عندي، عندي خوذه اللي هي طاقيه بس ما لها اي ارمر، عندي ليفت ارم وعندي شيست بيست وعندي ليفت ليج. يبغى لي رجل يمين ويد يمين. يلا نكرفت لنا كرافت. طيب، اللايت ارمر يد يمين قلنا ورجل يمين صح. اوكي، لا تلاحظ على اليمين ليش المطلوبات ملابس وليذر وستيل، يعني اغراض مره بسيطه نجيبها. رايت ارم قربتها، طبعا كثيره، شكلي بقى ارمي كم غرض اني ما احتاجها.
بشوف اذا في اغراض اقدر اصلحها تحتاج تصليح كذا. بس خلاص غطي بي انا. يس طيب انا البس الدرع ليفت ليج رايت ارم. باقي رجلي اليمين ما كرفت يا الله. توقع اني كرفت بس ما ادري ليش ما حسب لي. طيب رايت ليج هذا ليفت ليج هذا هنا. لا ما ابغى الا بخمسه. طيب اللي ما نبغاها نسوي له سكراب. سكراب ار تي يس خلاص. لعبت امس ايفنت عشان الليفل لقيت تشيست بيست هذا ليجندري. شوف خاصيته لما ادنك كذا يا سلام اختفي. بس اول اوكي لما امشي اروح على طول. طيب نلبس ملابسنا اللي هو السكن حقنا كذا تمام. المكان بعيد فافضل اني اسوي فاست ترافل او اني بارجع لكم اول ما اوصل للمكان هذا. طيب رجعنا. خلاص صرت قريب مره من المكان. بتكلم شوي عن اللعبه بشكل عام. طبعا فال اوت على المفتوح زي ما انتم شايفين فيها مشي كثير صراحه. مشي مره كثير في اللعبه لكن بالنسبه لي شيء استمتع فيه والله. يعني لما امشي من مهمه لمهمه ابدا استكشف الاماكن الجديده واولا يعني استمتع بالجرافكس الرهيب اللي في اللعبه صراحه والاجواء الحلوه اللي احسن من فال اوت 4 انا يعني بالنسبه لي. هنا عندنا بياع. هذا علامة القطار اللي في الخريطة. أي علامة قطار هذا يعني إنه بياع. هذا مورغان تاون ستيشن محطة مورغان تاون. يكون هنا لازم في وركشوب راح يكون فيه بياع اللي هو هذا الآلة تقدر تبيع منه تشتري منه. يفضل إنك ما تشتري الشيء اللي أنت تحتاجه. الأسلحة صراحة ما تحتاج تشتريها لأنها غالية وراح تحصلها. الشيء المهم اللي هو هنا النوت اللي هي البلو برينت. إذا شريت بلو برينت واحد خلاص تتعلمه خلاص ما تحتاج تشتري مرة ثانية. أنا غالبا أبيع المخدرات هذا اللي أحصلها. هذا كويس هذا كويس. هذا علك نبيعه. هذا برضو مخدرات نبيعها. فود علكة نبيعها. المخدرات حرام مستوى الله راضي نبيعها. لا لا هي صح تعطي بفات هنا لكن لها سايد افكت يعني بعد البف فعشان كذا أنا ما أحبها. اوكي نبيع المخدرات الباقية. هنا الموية هذه الأدوية لا. علكة. اوكي بعنا شكرا لك. طيب مكاننا قدام هناك. حتى الآن المهام كلها سهلة لكن بدأ هنا حاليا راح تبدأ تصعب عشان كذا لفلت شوية. المنطقة الخضراء هذه في الخريطة هنا المنطقة دي الخضراء هنا كلها هذه كلها سهلة لفلاتها من 1 لـ 5 لكن كل ما تعدى المنطقة الخضراء كل ما صعب الوحوش. هلو طيب شورت هانج الهانتر رايفل. هانتر رايفل ممتاز صراحة اللي هو الخمسة جميل ناخذه. طيب مورغان تاون وصلنا. لما اسوي سنيك اتاك شوف راح يزيد الدمج. كتب فوق 2% 2 دبل يعني دبل. هذا السنيك اتاك لما يكون الاعداء ما يشوفونه تطلق عليها او دروب 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 علقت اللعبه. اوكي طلع السكين كاني سمعت واحد هنا. هذا البات اعرف مكانهم فين. الله ما ينفع السكين صراحة على طول. طيب ندخل هنا. طلعت لي مهمة ثانية register for advanced responder training. علقت لعبة ثانية ما ادري ايش المشكلة صراحة. بحل هذه المشكلة التعليق وارجع لكم.
طيب رجعنا ان شاء الله المشكله راحت. طيب نخش هنا. اعتذر والله على المشكله هذه، يعني احيانا من الجهاز عندي نفسه هي تقطيع في المقطع، احيانا قبل شيء لا من الاكس من اللعبه نفسها. هلو هذا هنا. طيب جتني مهمة جانبية بسحب عليها، خل السماعة تزعجني. هذه مهمة أساسية بخليها. يبغى نطلع فوق في الجي بي اس على علامة سام فوق، يعني المكان فوق. هذا عند الشوتجن. طيب there we go. Listen. Learn the fate of the responsible. طيب ناخذ اللود كله. هذا ايمو. عندي البريك حق الرصاص يتفعل ما يتفعل الا اذا ضغط اي على سر. يب تفعل الحين. يجينا رصاص زيادة. موت. طيب بغينا نطلع من هنا. نطلع على طول. دائما اذا اخذت صورة الحين راح تجي هنا كنت تحس لقطة تتذكرها، والله ذي اللقطة يوم تصورت هنا. شيء رهيب والله، اضافة حلوة. هذا ما كان موجود في فال اوت 4 لكن هنا اضافوها وشوفها مرة مرة حلوة. برضه عليها اتشيفمنت او تروفي لما تاخذ توقع 50 او 100 صورة راح يجيك اتشيفمنت. لسه تتكلم هذه ما علينا منها. لازم ستة. اوكي واحد دوري. الله دوري الشوتجن اللي معاهم شوتجن لا يدمجون كثير والله. سبحان الله ذبحته هو عنده شوتجن. اللوت جاء فرد ما جاء شوتجن. موت. هات شيء هو شد كان شيء عندنا شد كان والله ناخذه. ذولي كلهم ما ادري تحللوا محروقين. سوي سيرش حين يجيك لوت لكن برضه يجيك راديشن تسمى. هذا اللي تحت زي البنزين تطلق عليه يصير زي كذا، فانتبه. طيب دي خلص كلامها. يبغى نجي هنا. اذكر ان في ايفنت هنا بس للان ما جاء. هو شيء ما ادري اذا كويس ولا لا، كان ابغى اكس بي صراحه. طيب للابد ان كوليشن بروجكت. طيب نتعلم ليش لا. كوليشن بروجكت هذا هو الواحد. ايوه جانا اتشيفمنت واكتملت المهمه. طيب المهمه اللي بعدها يلا. الايتم ريورد الجوائز. اوكي جانا لبس لبس ال حركات والله. طيب an ounce of provision study Dr. Hodin's research. طيب جاتنا المهمة الثانية. نبغى ندرس بحث. شوفها وين بالخريطة.
لا لحظة هنا. طيب شوف شوف كيف كيف جاب يعني، كنت أنا هنا قال لي روح هناك، الحين لا قال لي تعال هنا، مي مشكلة ليش لا. طيب نحاول نتقرب من هناك. برضو في حاجة بشرحها اليوم إن شاء الله على السريع كذا، اللي هي الكامب. الكامب شيء مفيد وجميل صراحة في اللعبة هذه. الكامب اللي هو مخيمك، و جميل انه تقدر تبني كامبك في اي مكان في الماب صراحة، سواء عند مكان تحس انه في مثلا جنب مستشفى تدخل المستشفى تلوت مثلا ادوية، او جنب مكان عسكري، دائما مكان عسكري فيه رصاص كثير، فيه اسلحة، موارد معينة تبغى تحتاجها. هذا باور ارمو، والله فكرت باور ارمو، لا هذا مجرد آلي. في ورك بنش هنا، خلنا نسوي سكرة. اسلحة اللي ما ابغاها، هذا صار بينكسر خلاص، لا فيه لما ينكسر بعدها نسوي له. نظارة ما ابغاها، اذنها خفيف يا رجل خلها معي. طيب في ايفنت هنا، هذا اتوقع فيه ضبيبة. ايه هذا برضه ايفنت كويس، الاكس بي فيه عالي صراحة، انه افضل طريقة الاكس بي اللي هو تذبح انمي صراحة، والايفنتات هذا خاصة راح يجون انمي كثير كذا راح نحمي حاجة والانمي راح يجينا. بوفر رصاص، هذا عنده اكل انا ناخذه، نحتاجه اكيد. ما ادري والله، ودي اتكلم اكثر عن اللعبه بس في نفس الوقت ما ابغى احرق يعني، لكن حتى الان احنا في الاماكن السهله ما لسه ما تقدمنا كثير. هذول الليفلات 10 اوكي، ليفل 8 بس. طبعا ايوه النقطة هذه، لما تقابل وحش ليفل اعلى منك راح يدمجك اكثر، وهو راح ياخذ وانت تدمجه اقل، يعني ايا كان الوحش كان نوعه. هذا هم كذا حاطنا من اللعبة عندهم. الله الله موت، ما يموت ذا. اوكي فيوجي كار، اسمع صوته. اتوقع انه فوق، لا اوكي فكرت في الكور. طيب يبغى نجمع ال الميت فلافورد دي هايدريتد بيف و ديكيد فيجيتابل. طيب هذه هي واحدة، هذه واحدة، هذا الثاني من الفيجيتابل، وجاء انمي. انا بصراحة ما علي كملت فنت، لا اهم شيء اذبح الانمي عشان يجي النكس بي، حتى ما ظننت اني اقدر اكمل الايفنت هذا لوحدي في هذا الليفل. يلا نحاول. نستخدم الابرة، ما شاء الله عندي 23 حبة والله انتبه. طيب الديبوزيت نحط ذي ونحط ذي. الفيجيتابل صارت 5 من 5، وانا غير هذا الفيجيتابل لا ما ابغاها. يبغانا البيف والسوي تشانك، ندور لها. هذه ايش؟ هذه سوي تشانك اعطانا، نحتاجها. وهذا ايش؟ هذا فيجيتابل لا. هنا في شيء، هذه كارد، اي دي كارد، ناخذها يمكن نحتاجها بعدين. هنا في اكل، هذه ايش؟ بيف، بيف. ايش باقي ايش باقي ايش باقي؟ هذه كنا فيجيتابل صح؟ سوي تشانك. طيب تعال تعال تعال، اخذنا هذيك نحطها هنا مرة ثانية.
المهم لما تجمع 5 من 5 من هذه راح تحمي المكان هذا، تحمي 3 أجهزة، هذا واحد وهذا الثاني والثالث فوق، تحميه لين ينتهي الوقت. بعد وانت لما تحمي وفي الوقت شغال راح يجون انمي زومبي فيران والآليين اللي قبل شوية، انت تحاول تحمي المكان. انا صراحة بسحب عليه انه المقطع طول، لكن ان شاء الله المقطع الجاي راح نكمل. و خل اذبح هذا بس، اوكي سحب عليه، باخذ الصورة يا خل العسكري حقنا. لوكيشن هذا شوف حلو. طيب منيو، يا الله لاني غيرت هذا، غيرت الجنب خليته واي اقصد اي فيتحول، ما اقدر اخذ الصورة. طيب خلاص ارجعك ها عشان ما تزعل. ها قلنا لوكيشن هذا حلو، البوز خوينا يضارب واحنا ناخذ صورة. يلا طيب ان شاء الله هناك المقطع ذا. المقطع الجاي راح نكمل المهمة اللي هي الريسورش، فنشوفكم ان شاء الله على خير.